مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. اللجان الفرعية في بابل وديالى تصدر هويات التقاعد الخاصة بذوي شهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة. اللجنة العليا للحج في مؤسسة الشهداء تعقد اجتماع للإداريين ومتعهدي نقل الحجاج. مديرية شهداء مدينة الصدر توزع مبالغ بدل الوحدة السكنية والإعانات الصحية بين عدد من ذوي الشهداء من أبناء المدينة. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع لهيئة الرأي في مؤسسة الشهداء وتجدد الحرص على الارتقاء بأداء منتسبي المؤسسة خدمة لذوي الشهداء. جددت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري حرص المؤسسة على الارتقاء بأداء منتسبيها بما يتناسب والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وهي خدمة ذوي الشهداء. الشمري ولدى ترأسها اجتماعا لهيئة الرأي في المؤسسة دعت إلى تجاوز الروتين في التعامل مع ذوي الشهداء من أجل أن يتمكنوا من الحصول على الحقوق والامتيازات الواردة في قانون المؤسسة. هذا وناقشت هيئة الرأي عددا من القضايا الإدارية والتنظيمية المطروحة على جدول أعمالها واتخذت القرارات اللازمة بشأنها. رئيسة مؤسسة الشهداء تزور قسمي الخدمة الإدارية والإعلام وتشيد بمستوى أداء العاملين فيهما خدمة لذوي الشهداء. أشادت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري بمستوى أداء العاملين في المؤسسة وحرصهم على القيام بواجباتهم بما يمكن المؤسسة من القيام بواجباتها في خدمة ذوي الشهداء. وقالت السيدة الشمري لدى زيارتها قسم الخدمات الإدارية وقسم الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة إن العمل في خدمة شريحة ذوي الشهداء شرف كبير لما قدمته هذه الشريحة من تضحيات أثمرت عراق ديمقراطيا خاليا من البعث يعيش أبناؤه بحرية وكرامة. هذا والتقت رئيسة مؤسسة الشهداء العاملين في القسمين واطلعت على سير العمل فيهما ووجهت بمعالجة المعوقات والمشكلات التي تواجه العاملين في القسمين ليتمكنوا من تعزيز جهود المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء. نائب رئيس المؤسسة يلتقي عددا من ذوي الشهداء ويوجه بحلول آنية لبعض مشكلاتهم. نيابة عن رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، وفي إطار اللقاء الأحد الأسبوعي، التقى نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد عددا من ذوي الشهداء. نائب رئيس المؤسسة أكد الحرص على تذليل العقبات التي تواجه ذوي الشهداء في الحصول على الحقوق والامتيازات التي أقرها لهم القانون، موجها بحلول آنية لبعض المشكلات التي يعاني منها ذوي الشهداء. من جانبهم أشاد ذوي الشهداء بجهود المؤسسة في تذليل العقبات التي تواجههم في إنجاز المعاملات المتعلقة بحقوقهم وامتيازاتهم التي نص عليها قانون المؤسسة.
أهلا بكم من جديد. تمكنت اللجان الفرعية المشكلة في مؤسسة الشهداء من إصدار الهويات التقاعدية لذوي شهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة في محافظتي باب الوديلة في منازلهم لتوفر عليهم عناء مراجعة هيئة التقاعد والمؤسسات ذات العلاقة تقديرا لتضحياتهم. التفاصيل في التقرير الآتي. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتبسيط إجراءات حصول ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة على حقوقهم، وصلت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التقاعد الوطنية ومنظمات المجتمع المدني حملتها لإصدار هويات التقاعد لذوي الشهداء المشمولين بتوجيه رئيس الوزراء بهدف صرف رواتبهم التقاعدية. اللجنة الفرعية التي شكلتها مؤسسة الشهداء في محافظة بابل برئاسة عضو مجلس الرعاية الدكتور قاسم الجبوري وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بدأت إصدار الهويات التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة. انطلقت لجنة تسهيل إجراءات ترويج معاملات شهداء الحشد الشعبي وشهداء القوى الأمنية الصادرة بتوجيهات من قبل السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم، وبمشاركة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية، وبمشاركة لمنظمات المجتمع المدني أيضا. بصراحة مؤسسة الشهداء قدمت جهود كبيرة في هذه باعتبار الدعم اللوجستي، تحديد الأماكن، تحديد عوائل الشهداء، التنقل، الاتصالات، كلها وفرتها مؤسسة الشهداء لإيمانها بالاهتمام بقيم الشهادة، وأيضا هذه العوائل تستحق منا الخدمة. اليوم زرنا كثير من العوائل، اليوم الأول لانطلاق النص صارنا تقريبا أكثر من 10 ساعات انطلقت في محافظة بابل هذه اللجنة، أنجزنا العديد من المعاملات التقاعدية لعوائل الشهداء. اليوم احنا اجينا أقل من 10 ساعات راح ننجز كل المعاملات التقاعدية بينما كانت متلكئة لسنة كاملة. اليوم سننجز، سنعطي العائلة كافة حقوقها وننقل لهم تحيات السيد رئيس الوزراء المحترم، السيد رئيسة مؤسسة الشهداء المحترمة، وتأتي أيضا زيارتنا للدفع المعنوي والرفع المعنوي وتعظيما لشهدائنا. اليوم مؤسسة الشهداء لها الدور الفعال في تنفيذ موضوع تبسيط الإجراءات الحكومية، ودأبت المؤسسة منذ بدايتها لليوم في تقديم أفضل خدمات لذوي الشهداء. حقيقة شكر موصول لرئيس الوزراء وللجان المشتركة ولهيئة التقاعد ولكل من ساهم في تبسيط الإجراءات وإيصال حقوق الناس بأسرع وقت وأفضل حال وبطريقة محترمة، وحقيقة خطوة جبارة للحكومة، نتمنى لها النجاح الباهر والحذو والسير في هذا الاتجاه من أجل تقديم أفضل الخدمة لشهدائنا الأبرار ولذويهم ولحاجتهم، وحقيقة الحكومة المحلية جادة في تقديم أفضل الخدمات ومساندة هذه الهيئات ومساندة مؤسسة الشهداء والحكومة المركزية في إيصال أفضل الخدمات لذوي الشهداء. ذوو شهداء الحشد الشعبي في محافظة بابل الذين تسلموا هويات التقاعد ثمنوا جهود مؤسسة الشهداء والجهات المتعاونة معها في إصدار هويات التقاعد في منازلهم، الأمر الذي جنبهم مشقة مراجعة هيئة التقاعد الوطنية والدوائر المعنية. جاء مؤسسة الشهداء إلى بيوتنا وكملوا معاملات التقاعد، ونشكر مؤسسة الشهداء والمشتركين حاليا اللي موجودين هنا يمنا، مشكورين على جهودهم المبذولة وأشكركم جدا. أنا أشكرهم جميعا، هيئة التقاعد، مؤسسة الشهداء، وما يقصرون في هالشغلات هاي، واللي يجيك للبيت مسوي فضل عليك، يعني مشكورين جدا. في محافظة ديالى باشرت اللجنة الفرعية التي يرأسها مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي عملها لتتولى مهمة إصدار هويات التقاعد الخاصة بذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة في منازلهم، ونجحت اللجنة في الوصول إلى المشمولين بعملها في الأقضية والنواحي والقرى التابعة إلى محافظة ديالى. اليوم نحن في محافظة ديالى منطقة أبو صيدة زهيرات، نقوم بإنجاز معاملة الشهيد وضاح، أحد شهداء الأبطال من أبناء الجيش العراقي. بالحقيقة مؤسسة الشهداء فرع محافظة ديالى شكل فرق ميدانية لإنجاز معاملة الشهداء
في بيوت ذوي الشهداء، وهذا طبعا ما يعني حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وكذلك مكتب رئيس الوزراء، وكان هناك فريق عامل من قبل هيئة التقاعد الوطنية اليوم معنا، هم يقومون بإنجاز هوية التقاعدية للذوي الشهيد في يعني البيت. وطبعا هو هذا يعني يأتي من خلال التوجيهات دولة رئيس الوزراء وكذلك تثمينا لعوائل الشهداء، وأيضا حتى نختصر ونختزل الزمن وكذلك الجهد على ذوي الشهداء إكراما لعيون الشهداء وإكراما لعوائلهم. حضر ممثل عن مؤسسة الشهداء الأستاذ طارق بخش مدير عام الدائرة القانونية، وكذلك ممثل من قبل مكتب رئيس الوزراء الأستاذ أحمد الوائلي، وممثلين عن هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام التقاعد ديالة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، منظمة مؤسسة النور ومؤسسة الشروق. حقيقة هذا العمل تم إنجازه للتخفيف عن العبء عن عوائل الشهداء، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهذه العوائل، وتمجيدا للدور البطولي الذي قاموا به الشهداء من أجل تربة العراق، والدماء الغالية التي قدموها رخيصة من أجل هذا البلد، نتشرف ونسارع من أجل تقديم العون والتخفيف عنهم والمعاملات التقاعدية بالذهاب إلى منازلهم. في صبيحة هذا اليوم المبارك توجهنا بصحبة مؤسسة الشهداء وبصحبة مؤسسات المجتمع المدني لزيارة عوائل شهداء الجيش وشهداء الشرطة وشهداء الحشد الشعبي، بغية إنجاز معاملات التقاعد الخاصة بهم في بيوتهم دون الرجوع إلى الهيئة في بعقوبة أو في بغداد مراجعتهم لهيئة التقاعد الوطنية، حيث تم وبإشراف السيد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد عبد الجليل بتوجيهنا بالذهاب إلى دور المواطن لغرض إنجاز المعاملة، وتكلفنا كافة التبعات المالية من إصدار الهوية التقاعدية وكبسها وإجراءات الاستنساخات مع أي إجراء آخر، وتقديمنا للهدايا الخاصة عن طريق الهيئة وعن طريق مؤسسة الشهداء. هذه الالتفاتة الرحيمة من قبل المسؤولين التي جعلت الشهيد من الحشد الشعبي ينظر إليه بالدرجة الأولى، ولهذا نجد أن كل مديريات الشهداء في المحافظات قامت بهذا العمل الجبار، وهنا في محافظة ديالة قامت مديرية شهداء ديالة إلى جانب مديرية التقاعد وإلى جانب مديريات أخرى ومؤسسات أخرى من أجل إنجاز معاملات عوائل الشهداء، ومن أجل أن يرتفع بهم الجانب الاقتصادي. في مديرية شهداء ديالة والحمد لله اطلعت خلال هذه الفترة القصيرة أن الكثير ممن جاء من ينجز ويروج المعاملات، وقد أخبرني الأخ أبو علاء مدير شهداء ديالة بأنه قد جند كل أفراد المؤسسة من أجل إنجاز هذه المعاملات. ذو شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة من أبناء ديالة الذين تسلموا هويات التقاعد ثمنوا جهود مؤسسة الشهداء والجهات الساندة لها في إصدار هوياتهم التقاعدية في منازلهم، مؤكدين أن المؤسسة وفرت عليهم عناء مراجعة الدوائر ذات العلاقة. بادرة جيدة وتشعرون بالمواطن، وإحنا كنا فداء لهالبلد هذا. وتعرف أنت وضعيتي، أنا شفت حالتي، يعني أنا تعبان، حارس مال المدرسة. هذا إنجاز ما يثمن أبد، لأنه أشكر رئيس الوزراء حيدر العبادة على هالمبادرة الجيدة. هذا خففت أنكاهل المواطن اللي راح له شهيد، ما يقدر لأنه معاملات السيارات، ولا ربما هو ما حالته ضعيفة ما يقدر يوصل هالمكان، ف
وهي مبادرة جيدة يشكر عليها، واحنا مدينين لكم هسه وبعد بأبنائنا. هاي المبادرة والحقيقة أنا سمعت بيها قبل يومين أو ثلاثة أيام بالتلفزيون، وقلت هاي بعد في الشهرين ثلاثة ما توصلنا، لكن جهودكم المشكورين عليها يعني وصلت بشكل سريع وكلش دقيق، وهاي مشكورين على هاي المبادرة. نشكر رئيس الوزراء على هاي المبادرة، وكنا شايلها يعني عبء كلش كبير لإنجاز هاي المعاملة، لأن خوفونا من عندها يقول معاملة يعني تطول هواية ودوائر تريد هواية يعني لازم تفطر بيها. نشكر دولة رئيس الوزراء على هاي المبادرة اللطيفة تجاه شهدائنا وشهداء العراق وشهداء دياله على هذه المبادرة، وأسأل الله أن يمن شهدائنا بأحسن جناته بحق محمد وهال محمد. احنا نشكر هيئة دولة رئيس الوزراء ولجنة التقاعد العام وذوي الشهداء على هاي المبادرة، وهم حقيقة يعني تعبهم ويانا وجو للبيت وكملوا هويات التقاعد الوطنية. احنا نشكركم على هاي المبادرة الجميلة. الروتين والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تستمر لسنوات وقفت حائلاً أمام حصول عدد من ذوي شهداء القوات المسلحة على حقوقهم التقاعدية، في حين تمكنت اللجنة الفرعية في ديالى من إصدار هويات التقاعد لهم في منازلهم وفاء لدماء الشهداء. نشكر رئاسة الوزراء على هذه المبادرة الطيبة اللي سهلوا أمر التقاعد، وإحنا صارنا من 2009 مطلعين هوية وهم جو مناطقنا، ونشكر كذلك مؤسسة الشهيد على هذه المبادرة الطيبة بتسهيل المواطنين تسهيل المعاملة على المواطنين، وإحنا ما رحنا لهي التقاعد هم جونا للبيوت وصدروا الهويات، وإحنا صارنا من 2009 مطلعين هوية التقاعد. نشكر رئيس دولة الوزراء على هالمبادرة الحلوة اللي ساعدنا بها، وإحنا عوائل شهداء ما نقدر يعني نراجع دوائر الدولة بكود يعني الزحامات والجو حار، نشكر على هالمبادرة الحلوة اللي دزنا لجنة للبيت، لجنة هيئة التقاعد دزناها للبيت وساعدونا وسهلوا أمرنا وأمر أطفالنا اللي هم لا حول ولا قوة. نشكر رئيس الوزراء الأستاذ حيدر العبادي لإرسال وفد من هيئة التقاعد العامة وهيئة ومدير تقاعد ديالى وهيئة مؤسسة الشهداء لزيارتهم إلى أعوال الشهداء في البيت لإنجاز المعاملات وهوية التقاعد. نشكر السيد الرئيس حيدر العبادي رئيس الوزراء على هذه المبادرة الطيبة، واللجان الأخوة الموجودين هنا بارك الله بهم على هذه المبادرة الطيبة، يعني هذه بالنسبة لها مبادرة طيبة بدل ما يكلفونا يعني البغداد وإحنا أمورنا يعني تعبانة وأني جريح، وجتنا هذه اللجنة هنا قامت بهذا العمل الخيري بارك الله بهم ونشكر جهودهم الطيبة. وإذ تسجل اللجان الفرعية المشكلة في مؤسسة الشهداء هذا النجاح في إصدار الهويات التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة، فإنها تتعهد بمواصلة العمل حتى تتمكن آخر عائلة شهيد من الحصول على راتبها التقاعدي عرفانا لدماء الشهداء. عقدت اللجنة العليا للحج في مؤسسة الشهداء اجتماع للإداريين من موظفي المؤسسة والمتعهدين، وهم يستعدون لمرافقة الحجاج من ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة للعام الحالي. المزيد في التقرير الآتي. إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء واحدة من المبادرات التي دأبت عليها المؤسسة منذ تأسيسها لتعوضهم عن الحرمان في هذا الجانب الذي عاشوه في حقبة الدكتاتورية. وفي إطار استعدادات المؤسسة لموسم الحج للعام الحالي، عقدت اللجنة العليا للحج في مؤسسة الشهداء اجتماعا للمتعهدين والإداريين للبحث فيما يمكن أن تقدم هو المؤسسة لخدمة ذوي الشهداء في موسم الحج المقبل. على بركة الله التقت اليوم اللجنة العليا للحج في مؤسسة الشهداء بالسادة المتعهدين والإداريين المرافقين لحجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم من ذوي الشهداء. دأبت مؤسسة الشهداء ومنذ تأسيسها
على تقديم هذه الخدمة العبادية الراقية لذوي الشهداء بتحمل تكاليف إدارة ونقل وإقامة حجاج بيت الله الحرام ودفع مبالغ الهدي للحجاج. بذلك تكون المؤسسة تقدم حجاً متكاملاً عرفاناً لدماء الشهداء، لعوائلهم، لآبائهم، لأمهاتهم، لزوجاتهم، لأخوانهم وأخواتهم وأبنائهم. السنة 1100 حاج سيطوفون إن شاء الله بالبيت الحرام ويؤدون مناسكهم ويرجعون سالمين غانمين إلى أرض العراق الحبيب. سنكون بخدمتهم كلجنة عليا مهتمة ومكلفة بإدارة ملف الحج في مؤسسة الشهداء. تناقشنا خلال هذا اللقاء بأهم النقاط المعوقات وأهم ما يطلب من عندنا، وأوضحنا للمتعهدين والإداريين آليات العمل وسبل تقديم الخدمة للشهداء في هذا الاجتماع، ونسأل الله التوفيق لنا وللحجاج وقبول الأعمال. مؤسسة الشهداء التي تتكفل بجميع نفقات الحج لذوي الشهداء نجحت هذا العام في زيادة حصة ذوي الشهداء من مقاعد الحج المخصصة للعراق، فيما ارتأت المؤسسة تطبيق آلية جديدة في اختيار ذوي الشهداء المرشحين لرحلة الحج للعام الحالي، تقوم على اعتماد تاريخ الاستشهاد مبدأً للمفاضلة بين ذوي الشهداء. الحمد لله النسبة هذه السنة أكثر من سابقتها بالعدد، وستتكفل بكافة المصاريف، منها الهدي أيضا تدفعها المؤسسة للحاج. واعتمدت المؤسسة هذه السنة آلية العمل بإرسال من هم لهم تاريخ استشهاد قديم. اتبعنا سنة الاستشهاد القديمة، لأنه كل سنة نتبع القرعة والتقديم وربما عدد الشهداء، لكن هذه السنة اتبعنا من هم لهم استشهاد بالسنوات القديمة. فالحمد لله اليوم كان الاجتماع مع متعهدين المحافظات لإيصال لهم الفكرة، وأكثر المتعهدين هم تعاملوا مع المؤسسة ويعرفون قوانينها وتعليماتها بخصوص موضوع الحج، وإن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى يوفقنا لخدمة شريحة ذوي الشهداء في هذه المناسك الطاهرة. اللجنة العليا للحج في مؤسسة الشهداء وفي اجتماعها مع المتعهدين والإداريين استمعت إلى آراء هؤلاء جميعاً ومقترحاتهم من أجل تطوير العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات إلى الحجاج من ذوي الشهداء في موسم الحج، وهذا ما تبناه المتعهدون في موسم الحج للعام الحالي. جينا اليوم من محافظة القادسية وباقي المحافظات كمتعهدين وإداريين لاجتماع في مؤسسة الشهداء. قام الدكتور إبراهيم السوداني متفضلا بالحديث، وناقشنا بعض الأمور الإدارية وبعض الأمور أمور السفر في المطار وفي ما يحتاجه الحجي والشهداء بصورة خاصة. والحمد لله وصلنا النتائج اللي هدفها حج ناجح وخدمة الحجي بصورة صحيحة. والحمد لله والشكر إن شاء الله، وإحنا بهاي الظروف الصعبة نحاول قدر الإمكان نهيئ الأمور اللي يرضي بها الله ورسوله. وإذ تقوم المؤسسة بإرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحاجة على نفقتها الخاصة، فإنما لتؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات لهم وفي جميع المجالات، عرفاناً لدماء الشهداء وتعويضاً لذويهم عن معاناتهم في حقبة نظام البعث الباد. وزعت مديرية شهداء مدينة الصدر وجبة جديدة من بدل الوحدة السكنية والإعانات العلاجية بين عدد من ذوي الشهداء من أبناء المدينة، استثناء من ضوابط صرف استحقاقات ذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم ووفاء لدماء الشهداء. لنتابع هذا التقرير.
تنفيذا لتوجيهات رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري في استثناء كبار السن من ذوي الشهداء من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية، وزعت مديرية شهداء مدينة الصدر وجبة جديدة من مبالغ بدل الوحدة السكنية والإعانات العلاجية بين عدد من ذوي الشهداء المسجلين لدى المديرية. تم اليوم والحمد لله توزيع جانب من امتيازات ذوي الشهداء والمتمثلة ببدل الوحدة السكنية. حسب توجيهات معالي رئيس المؤسسة المحترمة تم التوزيع على أساس أولوية العمر، حيث كان التوزيع لمن يبلغ عمر 75 عام فأكثر، بالإضافة إلى بعض ذوي الشهداء يعانون من أمراض مستعصية أيضا كان لهم جانب من التوزيع. نعاهد ذوي الشهداء بأن نعمل بكل استطاعتنا من أجل أن نقدم لهم خدمة مثالية وأن نكون عونا لهم في سبيل تقديم ما يمكن تقديمه من امتيازات ومن حقوق لذوي الشهداء. انطلاقا من معالي رئيس مؤسسة الشهداء، قامت مديرية شهداء مدينة الصدر بتوزيع مبالغ البدل الوحدة السكنية على مستحقيهم من ذوي الشهداء الذي عانوا معانا في حقبة النظام السابق. نشكر مؤسسة الشهداء ورئيسة هيئة مؤسسة الشهداء على هذه المبادرة الذي عاموا برعاية الشهداء كاملة، وهيئة مؤسسة الشهداء مدينة الصدر وبالخدمات الذي قدموها لعوائل الشهداء، وشكرا. شكرا يعني من المؤسسة مال الصدر ونعم الله عليهم وشكرا منهم، وطونا اليوم الصكوك خير من الله، بلعنا اليوم شبعنا اليوم ها، وبكيف الله بعد شو نسوي، وصدام ما طوناه وعضيناه، موتاهم ماكو قبور لهم، وهم شحناتهم يخبرون ردت اجيب الصوره وياي من تجير اللي بقصتي ها. وشكرا يعني من المدير والمؤسسه ونعم الله عليهم وقايمين بواجبنا. وإذ تواصل مؤسسة الشهداء جهودها في توفير السكن اللائق لذوي الشهداء، فإنما تنطلق من حرصها على تعويضهم عن عقود من الإهمال والتهميش عاشوها في حقبة الدكتاتورية. حقوق وامتيازات ذوي الشهداء بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006. الحقوق التقاعدية، المادة 14 أولاً. ألف، يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتباً تقاعدياً يعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ. باء، يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ. ثانيا، ألف، يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن 18 بعد مضي 10 سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر. باء، يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد أو أخته عند زواجهما أو حصولهما على راتب آخر بعد مضي 10 سنوات من تسلب الراتب المقرر. ثالثاً، للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر. رابعاً، يستحق الراتب التقاعدي الإخوة والأخوات في حالة كون الشهيد عازباً ووالده متوفيين. خامساً، يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين ألف وباء من البند ثانياً من هذه المادة على وفق الآتي: ألف للوالدين، باء للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة، جيم للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن العمر والمرحلة الدراسية، دال زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سادساً، في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
مشاهدينا الكرام، وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.